أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أعمل في شركة تجارية، وصاحب الشركة قام بالتأمين الصحي لنا ولعوائلنا، فهل يجوز لنا استخدام هذا التأمين الصحي؟ لا، التأمين الصحي تجاري، من التأمين التجاري. التأمين التجاري حرام، وصدرت فيه قرارات من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه أكل للمال بالباطل. تدفع مبلغا قليل، ثم لو تجري عملية بمثلا 100,000 أو أقل أو أكثر، تأخذ أكثر مما دفعت. وهذا هذه الدراهم التي أخذتها من أموال المساهمين، تأخذها من أموال الناس، فلا يجوز هذا. نعم.